علينا أن ننظف طوال اليوم وكل يوم. كلمات البريطانية لويس وهي ربة منزل عمرها 33 عام تقضي على الأقل 6 ساعات يومياً في تنظيف منزلها المكون من 7 غرف، والمفاجأة أنها أم لـ9 أطفال. ولكي تحافظ على النظافة والنظام في داخل المنزل، قامت لويس بتخصيص إحدى الغرف كخزانة للملابس تمنع أي شخص غيرها من الدخول حتى لا يلوث الملابس أو يبعثرها. كما أنها لا تقوم بطبخ البرجر في داخل المنزل لأنها لا تستطيع التعامل مع البقع أو رائحة الدهون اللي تظل عالقة لأيام. وتتعجب من أنها إذا كانت مسؤولة عن زوجها وتسعة أبناء وبيتها نظيف تماماً، فلماذا لا يستطيع كل الناس فعل ذلك؟ لويس ليست مصابة بالوسواس القهري المرضي OCD، لكنها تعتقد أن ما تقوم به يجب أن يفعله الآخرون عندما يتعلق الأمر بالنظافة. بينما الكوميدية الأمريكية الراحلة جون ريفرز تسولف وتنكت فتقول: أكره أعمال المنزل، أنظف السرير وأغسل الأطباق وبعد 6 شهور أغسلها مرة أخرى. لكن هل تساءلتم ما هو مقدار النظافة اللي نحتاجها في حياتنا؟ يعتقد البعض أننا نحصل على معلومات علمية متناقضة، فبينما يقول المنطق أن مستوى النظافة الجيد يساعدنا في محاربة العدوى والأمراض، العلم يقول أن منتجات التنظيف اللي نستخدمها يومياً تقتل البكتيريا المفيدة لمصلحتنا. هناك فرضية تقول أن النظافة الزائدة عن الحد هي السبب في تزايد أعداد المصابين بالحساسية وغيرها من الاضطرابات. في أوروبا وحدها هناك أكثر من 150 مليون شخص عندهم نوع واحد على الأقل من الحساسية، وفي أمريكا توجد إحصائية حول إصابة 1 من كل 25 طفل بحساسية الطعام، ناهيك عن التزايد العالمي في حرارة الربو والتهاب مخاطية الأنف. أول من تحدث عن فرضية أن كثرة التنظيم هي شيء سلبي هو طبيب الأوبئة ديفيد ستراتشن، واستنتج في عام 1989 أثناء عمله في جامعة لندن للصحة وطب المناطق الاستوائية أن مظاهر الحياة الحديثة ما سمحت لنا أن نتعرض للكثير من الميكروبات أثناء الطفولة المبكرة، لذلك أصابتنا الحساسية سواء في الجهاز التنفسي أو الجلد. أما الأطفال اللي يكبرون في المزارع أو اللي يربون حيوانات أليفة أو أطباقهم تغسل بالطريقة العادية دون معقمات ولا غسالات، تكون صحتهم أفضل. الربو مرض مزمن يؤدي إلى الالتهاب وضيق المسالك التنفسية بشكل متقطع، ويتسبب في ضياع أوقات من المدرسة والعمل وزيارات متكررة لغرف الطوارئ. لذلك يحاول العلماء الوصول إلى وسائل تضمن الوقاية منه في مراحل مبكرة، كما يقول أنتوني فاوسي مدير معهد الصحة الوطنية في أمريكا. الطبيبة سالي بلومفيلد بجامعة لندن للصحة تقول إن مئات الدراسات في السنوات الأخيرة تربط أغلب الأمراض بشيء اسمه الميكروبايوم، وهي الكائنات الحية الدقيقة أو الميكروبات اللي تعيش داخل الإنسان أو على جلده، وهذا يخلينا مشوشين فما نعرف أي الميكروبات مفيدة لصحتنا وأيها مضر. لكن ظهرت دراسة في ألمانيا في عام 2013 استنتجت أن المهم هو التنوع في الميكروبات. بعض الأمهات مثلاً إذا سقطت لعبة من يد طفلها ما ترجعها له حتى تغسلها، وتفزع إذا لقط شيء صلب من الأرض وحطه في فمه. طبعاً الخطورة تكمن في أنه يبلع ذلك الشيء، بس في الحقيقة الأطفال لابد يتعرضون لميكروبات متنوعة عن طريق اللعاب علشان تحميهم من تطور الربو والإكزيما. لو أصابك لا قدر الله تسمم بعد ما أكلت في المطعم، بتقول أن السبب هو عدم نظافة المطعم، صح ولا لا؟ لكن هل تعرفون أن ثلث حالات تسمم الغذاء تصير من أكل الطعام في داخل البيت؟ أغلب الدواجن تحتوي على بكتيريا اسمها كامبيلوباكتر أو البكتيريا المنحنية، وهي البكتيريا المسببة للتسمم، وتنتقل بسهولة من الدجاج الني إلى الأيدي وألواح التقطيع. لذلك يؤمن مستشارو السلامة الصحية أن أي نظريات تخلي الناس يتراجعون عن النظافة وغسل الأيدي هي نظريات خطيرة، ولهذا يجب على الإنسان أن يغسل يديه قبل وبعد الطبخ وقبل تناول الطعام
وبعد دخول الحمام وبعد لمس الحيوانات لكي يتحاشى مشاكل التسمم وأمراض المعدة وعدوى الجهاز التنفسي. غسل الأيادي وتنظيف المطبخ جيداً لا يعني استخدام المنظفات اللي ما فيها كحول اللي تقتل 99% من الجراثيم، فعلى عكس ما تروجه الإعلانات هذه المنتجات أكثر ضرراً على صحتنا. تعرفون ليش؟ لأنها تخلي البكتيريا أكثر قدرة على البقاء، وهذا أدى إلى أن المضادات الحيوية صارت لا تعمل كالسابق، وهذه مشكلة حقيقية للبشر. ولذلك أطلق العلماء على البكتيريا المقاومة اسم سوبر بوغ. في ديسمبر عام 2016 وضعت الأمم المتحدة مشكلة السوبر بوغ اللي تقاوم المضاد الحيوي في خانة الأزمات العالمية، وقالت منظمة الصحة العالمية WHO إننا قد نجد أنفسنا قريباً في عصر ما بعد المضاد الحيوي اللي بتكون فيه أي إصابة بسيطة حينها خطيرة وقد تهدد حياة المصاب. ولهذا يحاول العلماء الوصول إلى أنواع جديدة وفعالة من المضادات الحيوية، كما فعل الباحثون في جامعة روكفلر الأمريكية، حيث اكتشفوا مركب يدعى ملاسيدين أثناء تحليل عينات أكثر من 1000 نوع من التربة. وبعد حقن فئران مصابة ببكتيريا سوبر بوغ اسمها MRSA لاحظوا شفائها من عدوى الجلد اللي سببتها تلك البكتيريا. ولهذا يعمل الباحثون على تطوير عائلة جديدة من الأنتيبيوتكس تكون فعالة لمقاومة السوبر بوغ. هناك بكتيريا تسمى ليستيريا وهي اللي تسبب التسمم الغذائي، وهي من أنواع البكتيريا المميتة. الخبر السيء أنها صارت تقاوم المضادات الحيوية، لكن في بحث نشرته جامعة أدمرا في اسكتلندا في سبتمبر 2018 يحمل أمل كبير فيما يخص محاولات الوقوف أمام السوبر بوغ، حيث قال البحث يعني أن مضاداً حيوياً يدعى فوسومايسين يمكنه أن يقتل الليستيريا. الباحثون اكتشفوا أن الجينات اللي يتم تفعيلها فقط عندما تهاجم بكتيريا الجسم تقوم بإلغاء أثر الجين المقاوم للدواء، لذلك ما يظهر تأثير الدواء على الجرثومة قبل دخولها إلى الجسم. منذ عام 2016 منعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA استخدام مواد كيميائية معينة في الصابون المضاد للبكتيريا، وذلك في سبيل إنجاح محاولات القضاء على السوبر بوغ، بالإضافة إلى تجربة تم نشرها في مجلة Journal of Antimicrobial Chemotherapy. قاموا فيها بتعريض متطوعين لبكتيريا ثم طلبوا من بعضهم غسل أيديهم بالصابون اللي هو مضاد للبكتيريا، ومن البعض الآخر غسل أيديهم بالصابون العادي، وكانت النتيجة واحدة. طيب إذا ما لقيت ماء وصابون عادي شو ممكن تعمل؟ استخدم سائل معقم أو اللي يسمونه سانيتايزر للأيدي تكون الكحول فيه نسبتها أكثر من 60%. هالمطهرات فعالة في مقاومة الجراثيم دون أن تؤثر على صحتك. كم شيئا ملوثا تلمسه في اليوم؟ مقابض الأبواب، عربات الشراء، جهاز التحكم أو الريموت كنترول، زر المصعد، شطافات الحمامات المشتركة، هاتفك النقال، والكثير غيرها. كل هذه الأشياء مليئة بالجراثيم، ورغم ذلك لما نقابل شخص نصافحه بكل حرارة لأن هذه طبيعة البشر. لكن وفقاً لبحث من جامعة كولورادو، اليد تحمل في المتوسط 3200 بكتيريا من 150 نوع مختلف. تصوروا، وبسهولة يمكن أن تنقل الأمراض بيننا فقط بالمصافحة. حد يقول شو يعني؟ ما نسلم على بعض؟ طبعاً نسلم على بعض ونحتفي بالسلام، لكن لازم تحرص على تنظيف يدك وتجففها بشكل صحيح عدة مرات كل يوم. يا
يعتقد أغلبنا أن مناطقنا الخاصة بحاجة إلى زيادة في النظافة، وربما يستخدمون غسول مخصص لذلك أو مناديل مبللة أو صابون معين لكي يشعروا بالانتعاش أو القضاء على الحكة أو بعض الروائح. لكن هناك مخاطر صحية محتملة عند الإكثار من استخدام هذه المنتجات. فلقد كشفت دراسة في جامعة غولف في كندا أن النساء اللواتي يستخدمن هذه المنتجات أكثر عرضة بنسبة 3 أضعاف للإصابة بنوع من العدوى المهبلية، كما أن هالمنتجات تمنع نمو البكتيريا السليمة اللازمة لمكافحة العدوى، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية مثل التهاب الحوض والمسالك البولية. لذلك لا تنجرف دائما خلف المنتجات اللي ممكن تؤثر على صحتك بدون ما تستشير الطبيب. الخبر الجيد أنه يوجد مستوى نظافة مقبول من الناحية العلمية ويسمى النظافة الانتقائية المستهدفة Targeted Hygiene، وهذا يعني الحفاظ على مستوى عالي من النظافة في الوقت الصحيح والمكان الصحيح. فبدلاً من تنظيف أو تعقيم البيت كله بشكل يومي، خاصة إذا كنت تكره أعمال المنزل، فاحرص على تنظيف أزرار الإضاءة ومقابض الأبواب وسطح المطبخ وألواح تقطيع الطعام ودورة المياه وغيرها من الأسطح المعرضة للميكروبات نتيجة استخدامها بشكل مكثف. لكن تنظيف السقف وغسل الأثاث يمكن أن يتم كل 6 أشهر. هناك حشرة تسمى بق الفراش أو بيد بق، هذه تحتاج إلى بيئة رطبة لكي تعيش، لهذا لابد أن تعرض أغطية السرير للهواء أو الشمس بعد ما تستيقظ وما تخليها مطبقة، والأفضل أن تخرج إلى المناطق المفتوحة وتمارس الأنشطة الخارجية والرياضة وتعرض جسمك للتنوع الموجود في الطبيعة علشان تقوي جهاز المناعة عندك وتمنع البكتيريا من الالتصاق بجسمك. هناك مشكلة كبيرة نواجهها في البيوت الحديثة اللي تغلق بإحكام لحفظ الحرارة. هالمنازل ما يتم تهويتها بشكل جيد فتتراكم المواد الكيميائية في الهواء والغبار بداخلها، كما يقول طبعا ستيفن هولجت بجامعة ساوثهامبتون. هالمواد الكيميائية تأتي من إفراط استخدامنا لمنتجات اللي هي المضادة للبكتيريا، وأيضا من الطلاء وملمعات الخشب والمواد اللي نغسل بها السجاد. لذلك يقترح الباحثون استخدام مكونات تنظيف طبيعية موجودة، تعرفون وين؟ في مطابخنا، مثل الخل والليمون وبيكربونات الصودا. ولا تقول أنا أستخدم يعني جهاز تنقية الهواء فخلاص ما عندي مشكلة. الحقيقة هالأجهزة غير فعالة في حالة وجود معطرات الجو ورذاذ المنظفات، لأنها تلتقط فقط الجزيئات الكبيرة كالشعر والأتربة. المركبات العضوية المتطايرة في البيئات المغلقة تؤدي لمشاكل صحية كالدوخة والربو والحساسية، وإحدى طرق الحل قد تكون في نباتات الزينة. الفضل في هذا الاكتشاف يرجع لباحثين في جامعة نيويورك قاموا بتجربة اكتشفوا فيها قدرة هذه النباتات على امتصاص 5 أنواع مختلفة من المواد المتطايرة، ووجدوا أن نبتة بروميليد استطاعت أن تمتص 80% من المواد المتطايرة في المنزل، أما نبتة دارسينيا فامتصت 90% من تلك المواد. ولهذا فإن فتح الشبابيك وتهوية المكان مهم لكي نساعد النباتات في القيام بمهامها بطريقة أفضل. أكثر الأشخاص المعرضين لمخاطر التنظيف هم العاملين في مجال التنظيف. تقول الدكتورة سيسيل زفانس من جامعة بيرغن في النرويج إن آثار المواد الكيميائية على المدى القصير قد ظهرت، لكن ما نعرف شو اللي بيصير للرئة مع تقدم العمر. لذلك قامت بقيادة بحث في الجامعة لتحليل بيانات أكثر من 6000 مشارك في مسح صحي بأوروبا، وتمت متابعتهم لأكثر من 20 عام، والنتيجة طلعت في فبراير 2018 وأظهرت انخفاضاً ملحوظاً في سرعة وظائف الرئة من شهيق وزفير عند الأشخاص اللي ينظفون على الدوام. لهذا يأمل الباحثون أن يطور المصنعون منتجات تنظيف لا يمكن استنشاقها، لأن الموجودة حالياً مخصصة لتنظيف الأسطح وليست للرئة. خلوني أسألكم، شو أول شيء نحتاجه للقيام بعملية التنظيف؟ حد بيقول نستحم، نغسل أيدينا،
ننظف الحمام والمطبخ بالماء. لاحظتوا أن المشترك هو المياه في كل الإجابات؟ طيب، كيف تنظف المياه لنستخدمها في التنظيف؟ كلمة واحدة، الكلور، اللي أصبح منذ عام 1904 معتمداً في تعقيم المياه. بس كيف يقتل الكلور الميكروبات بدون ما يقتلنا؟ لحسن الحظ لما نتناول مياه الشرب المعالجة بالكلور، فإن هناك مواد في الجهاز الهضمي عندنا تبطل تأثير الكلور السلبي، رغم أن هناك من يقول أن الكلور آثار جانبية على المدى البعيد. النظافة شيء جميل ومهم، مش فقط للجسم بل أيضاً للنفسية، وما في شيء أسوأ من الأشخاص غير النظيفين اللي في الحقيقة يضرون أنفسهم ويؤذون اللي حولهم. بس التنظيف الزائد عن الحد قد يضر الإنسان كما رأينا، لذلك نحتاج أن نتنظف دائماً، نعم، لكن دون أن نبالغ.